في هذه المدينة الجميلة يعيش رجل اسمه قيس. هذا الرجل الحنون المحب لأسرته المبتسم، قد يصبح فجأة غاضباً فاقداً لأعصابه إذا سئل هذا السؤال. لو سمحت انت معاني؟ نعيم صاحبي. الله ينعم عليك، حبيت أسألك، أخ عماني؟ يا عماني عماني أخوي انت عماني؟ انت عماني؟ يا عماني؟ انت عماني؟ انت عماني؟ انت عماني؟ انت عماني؟ أخوي انت عماني؟ ايوه انا عماني. انا بك نفسي اني كنت ما احب اني اروح للحلاق ابدا، كل ما اسمع صوت الماكينه كان يجيني كوابيس قبل، يعني اول مره وانا اهلي ودوني للحلاق بكيت، يعني بيني وبين بكيت. من بعد كذا شفت فيلم امريكي يسموه ذا باربر شوب، الحلاق اللي كان عنده في الفيلم غير عن الحلاق اللي كنا نروح. هذه اول مره اني عجبت في الحلاقه. ومن بعد كذا رحت لبريطانيا واستغربت ان الحلاق اللي عندهم هناك يعني شيء غير عن اللي عندنا هنا في عمان. فعلا معك حق. ومن بعد كذا ان عجبت زياده وبديت اسال وبديت ابحث وادور واشوف فيديوهات. كيف تقضي يومك؟ المعلومات كلها عندي. من وين حددتها؟ شغل نظيف يبغى له وقت. شو صراحة كريم الشعر ناعم اللحية. صديقي بالسكر يشرب الحلاق. يبدو أن العلاقة بينك وبين الزبائن قوية. ما السر؟ لكن هذه المرة بعيدا عن المزاح يا قيس. تتكون العلاقة بين الحلاق والزبون لثلاث أشياء: جودة الأدوات، طبيعة المكان، والمعاملة بين الحلاق والزبائن. ما نفس المحلات الآخر، الألوان مختلفة، ديكور بعد مختلف، قاعة الانتظار خليك تندمج مع الناس اللي الزبائن الباقيين الموجودين. عندك بلاي ستيشن، عندك ألعاب ثانية نخليها عشان ما تحس بالوقت، أشياء المرحة، بالإضافة للقهوة والتمر. والله تشجعت أحلق عندك، لكن كيف بدأت؟ أولاً حلقت أخواني اللي خربت لي شعر واللي يعني حلقته بطريقة جيدة، بس من بعد كذا كنت دائماً أحلق لحية الوالد، ومن بعد كذا قلت لهم أني باغى أفتح حلاق لأن أحس عندي موهبة فيه وأحس أن قدراتي أكثر من شخص الثاني، والحمد لله ما قصروا معي. ترى عائلة قيس حرفياً وقفت بجانبه في هذا المشروع حرفياً. أنا شيخان ابن خالد قيس وأنا حلاق الثاني. أنا ليث الكندي أخت قيس، أعد علاجات نوام للشعر. أنا علي وأنا ناصر، نحن أخوان قيس ونحن نطبق علاجات الشعر للزبائن. أهلا بكم حلاق العائلة. ياه على الدعم العائلي. طيب ماذا عن الدعم المجتمعي؟ أول شيء إن الناس استغرب إن الشيء حلاق عماني، بس من بعد كذا الاستقبال كان إيجابي، يعني الدعم اللي حصلت من عندهم صراحة عجيب. يا سلام، حدثنا عن علاقتك أنت بالموضوع. تعلقت فيها لأن شفت ابتسامة الشخص بعد ما حصل حلاقة اللي انعجب فيه، يعني نفسية الشخص من بعد ما قبل أن يدخل الحلاق، من بعد ما يطلع يعني يكون عنده confidence. حلاقة ما مجرد انها حلق، انك تحلق فقط، هو كفن، لان الشخص لما يجي ويجلس عندي في الكرسي هو عنده صوره في راسه، فانا بالنسبه كحلاق بالنسبه كرسام اني اطبق الصوره اللي في راسه في الحقيقه. ما هي رسالتك لكل من يتابعك؟ انك تتحرك انت بنفسك، لا تستسلم. يوم من الايام هذا المحل كان حل، والحمد لله حققت حلمي. سؤالنا الأخير لك يا قيس، أنت عماني؟ أكشن. أنا ليوت الكندي أخت قيس، وأعد خطات الخلاطة لعلاجات الشعر. أكشن. أنا شيخان خالد قيس.
أنا خلاق الطبخ.